وي كذا دي توالين ثي كذا دي توالين مرحبا سي سونا الصرات المغربيه سي سنات سمازيغ اوندي السلام عليكم ورحمه الله زول في اللون العيد اسعدي الامه الاسلاميه ونتمني الخير مقرا ان شاء الله ايتماس ماس نضل عواشر مازال غادي نتكمل افتمسال تنغزه ثالوث تنغزه ولكن اللوبي الصهيوني مازال يكثر من غزه مازال يكثر الشعب من غزه وقد شهد لحقن تقريبا 2000 اكثر من 7000 جرحا الساقي بدات عدان 50 شهداء يموتن ذي سفن العيد ولكن اعدو صهيوني مازال يكس البومبات مازال ينقم الدنا يسمى يسمثن وكذا ول نقمتنا الموحد دم قران مكح ذي في الحين اني تمورت الجزائر وليث الفيتيا كي كذنا عقب الحكام للجزائر هذا سنين ذلايك في النوان في العرف في النوان اسمثن غتمتثن كل وي غتنسيهم اسمثن غتمتثن دولاس الراش دولاوين امرارا إركاتن أتمتثن كن ويرة توليم إلا قد كن ويس ويرن كن ويس وير الشاب هذا سندم في بوران إوا كنا فيني في فاوند الشعب الفلسطيني ما تبثني لنا في غزة إوا كان تبثني مريق هرن وذين أحنا على ربيع هذيك ربي السكيد رمضان هذا سنين يوثبنا في غزة إن شاء الله في نوارين سعيد في الربيع إن شاء الله وقعنا ذيك في رمضان إن شاء الله أتكفو تمثال تاقي في اللون ودخلوا يرف مني قروا الأمة أترف ذبا قروا كين سلمان الدبلان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي سلام مقي ذولك مثل محمد مقارن مكاح ذي التجمع النينة ثمنيتي قدران ذي ثمورث أين يعني أن أعذوا صهيونية في غزة نساعد الاستديو كمثنا ياسين عرب السلام عليكم ياسين الزول في لك كما أما كتولي ضي ياسين ذي العواشر ولكن أعذوا صهيوني وقح في سارة يقدر يستعرف يفقد نتنياهو ذي مضبر العسكر نسن لا ديسيزيون كبوين القرار كبوين ناكون حبسارة حاشا ما نكفاش شعبك وين هذا حبسن تزوالا تزوالا دنيني صحة صحة لهاديك اخويا موح صحة لهاد يمسفلي دناك عندي توالين لو انا كي دونك العواشر ما كني دنقرا كني العواشر ذا الوقت عندي تمنى نغاشي تمزور نغاشي وكاد يموالنا على شحال لونكازيون عندها من الناس كي ذي غزة سي با لو كا ماشي ذا نشتاكي كلان الساقي ذي غزة ذا شاري طارون النومبر الموثى غاري تزادن سقيد نسمي كثير اثنان بلوس عدن 1200 اقموثن ويمجراح بلوس دو 100000 اكثر من 100000 توشولين اكفرنس كخامن انسن اذ قوساقي العواشر يعني اضلي اقد واساقي يعني وقاذي موثن لا بلو بار دارشي مشطاح دارشي مشطاح يدفرن يعني عندي ثنوثن وثنتن اللي بارك عندي تلاف ورشي مشطاح دونك هذا هو قياس صهيوني يعني يفيزي الجور عندي يعني الغاشي سون فريمون شغل لي جور ني سونسيبل مليح 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 ما رحمنا شفقة ولا شرحنا ولا شرحنا اما كادني ذاك كي جوستومون وثن رشاقي مشطاح هاكي وثنتن ميد فغن اكنت مغافرني الكلي نثني بروفيت ان لوكازيون ووزض من فلاسن قيوت لا جورني بلوس دو سون انيغ موثن اي ميموا دونك ادنيني يعني ثغريا نيري يوقع ذاك واحد يتوالين اندثنت ثمورة عرفين اندثنت ثمورة تسلمين اندت لونو شبي ربي بروبليم ما كيش بي ربي ديسيزيون اذن جمعان لو بلي فيت بوسيبل يعني باش دفن ثفرات يوم مشكلة كي شاك جو بلوس دو سون ايرلين ولاش ثفرات دونك ثغريا نيار ان دبرناكي اي ولكن ادفن سوا ادفن الحل بيان سور ادنو ولا ادن هضره في لونيو كي ادن هضره في مدبرناكي كتفنتي موري لوروب بعرفن صحيت تا ياسين انو حسين في قلنا ام زوالو قمتنا ام قران الخضر السلام عليكم العيد كسعد قمتنا ام قران ادوس لون لعيت التعليق تم الوقت يديرينك المرلان انت من دملان بارك الله فيك اقمتنا مقارنه مكتسول اذا اقمت العواشر
ولكن عدا صهيوني مازال كتكمل افريديس ينقى الرشيم شطاحي دي فغناض فرح دي العيد مهما الظروف يساعد كلي ولا شمان ولا شي تريسيتي إخا من هدن ولكن مكيت والله مدبر العسكر الإسرائيل نتنياهو خدم من د سما شغل وران دي مانسن دي تلفزيون إنك بلي نكون نحب سارة حاشا ما نصفا كل نكسوك المقاومة ياكي ذا شو ران تولي أن تولي لي زي ما جبور شي مش تحت سمغار ناترون خاصة كمثنا ذي العيد فأدنا رحب سيسك في كندا رايك في تمثال تاكي ناف المحنة كي ضرون دي غزنا دي غزة اسمحي أزوج لون ما كيد النا تنسات نغزة تنسات نوع دواء صهيوني إيفان قسمي إتجاه مقاومة المقاومة نضرب لين هذا صهيوني يسعى عن بروجي عن مشاريع صغيرة المقاومة الجهة الفلسطين إيوا كنيكين هذه وسعي مانيس إيوا كنيكين هذه خدم كنا قام أمني نس دولة إسرائيل الكبرى نعم الدولة الولايات المتحدة كانش تجين نحن وعدة وصح نوري للعيد وري اللي وين النظام على غرصة سعنا بروجي ولا انتي مولا في عربين ولا انتي مولا في مسلمين كان قارن جوجمت سوسمت كان قارن القرار يروح سيجاري تسمسيت الزيان إيدو كان خلاص منك لي كنيس ليه ولا من طاقة من طاقة مز مركنة مني باللي ما أستجي ما كان قارن بالحاجة ما أنا مزان عندي لو مزان يتمدي نفس الليل الحاجة التي قسنا طاف الحال على خاطر نفدي من غصقي وممكن أن دام أجدوز إيا أن جينوسيد كونتر أن بيبل إلا أستجي فعلا ويستجي نفسه غير أبو جدود أفلسطيني تسمى البروجي وعلى وصحي هو كندي محوق يلقى عن فلسطين أجيب فلسطيني هو كنيكين أجيب لي حسن سيدنا نشتاقي وزمنا في خدمة الوديو فلان في مرافع عربين إجلان كان قارن النيف كوزوغة فلسطيني النيف نسيت يلا عزان سدو القاعة أتن يغل كان قارن تغل إسرائيل نسيت لما تغل الله ريجيون ما كنيكي غزانتي كي غال الجناس غال انتي مولا من برا وفك غزانتي كذاك الوعدة وصغيونه الوعدة يعني بإسرائيل على خطر وفتد إذا بوينو كنت مرة تعرفين وسعينا على الشرعية أصلا خطر وفتد باللي أبساقي الشرعية يجي صراح قريبا تنتبذل إيه جدوز انت مورا يجي إذا بوين انت مورا يجي تعرفين فكان ما كنت قارن أصغر أنت فكانت إي وعدة وين ما دريني وعدة وين إيه إسرائيل نعطي مورا يجي إيه غالن برا إنسان قوة عندها طلب إن كان هو كميت الزفو ينجر كمن هو إنسان على رصين الأحكم المسلم أكون استجين كنا استجين ما نولا أكن قارن بين كل إجبارون جنار فلسطين وخاصة غزة نزمل دنيني بالليل تتن جينوسيد تتن مساكرة كوموندي avec la complicité des pays arabes يعني توحدان كتارن في المشاركة عندي لسه كنقارن في مراجعة عربا خاصة الجيران يكسى عن القوى أم مصر أم الأردن أم في مران النظام ما دين ولكن الزائر ما رأى طوال الزائر بالساقي أجابون أمس بطلين تموتين الزائر ما رأى طوال المكني الجزن في لوين تموتين الزائرين عقبان دي وكنا بخدمان كنقارن في سنين وقصة جمعني عدان نوالا بالليل أستجي مرؤون زميلة زبو يجي ويبغى لأن هو كنيكي أجدو زبيرة دي فادي عبد الواصل اللي خطر زبو يجي أمس بطلي أزبو مزي يجسي للي أستجي مزع وزبو أسل وين تموت أكن قارن زموضي يخي ما كن قارن أكو فوتي مين أبغى نكنيكي أجدو زبيرين أستجن أليقين أتجاري اللي دونك نزبو أن بريزيدان كي يجو فوتي إي أن بيبل كون بنات أجنو زين كان ذاكيس لكن خاص مثال في السعودية مثال إذا بوينا ديت مرة عربين كان تاجين كنا ما عند ملاذ بنين
باللي ما سيرفين اللي داروني في مرايقين على خطر الشرعية الخطر في فرنسي نروح قريبا في الجودن إذا بوينا جي الزنزن راح هنن إمورا نزن إيوة إن كان دائما على خطر إذا بوين إمز بطلين على خطر الخينا الشرعية أثنى اشتاقي في مرايقي وفتا تخدمات خدمتك للسياوة قمتنا مقرن الخضر يظل لي هضر امض برق مقرن كان مع محمد يدي طاز طاج في العالم اللي حاطلات يظفر بدك من صوابه سورك قد سل ذاك قد سل زمر زمر ذات سل ذاك ما لان لان كان الخضر اللي طرشني دي يدي كمان لايف كيف كان سبحان الله العظيم ثلاثنا هذاك التكنيك ان شاء الله هاد تصلح لنا البروبليم كي فاي كان اكيد سقسيك مثلا الاخضر يظل لي مسليد مدبر قام قران اسرائيل نتنياهو هما مطوم مدبر العسكر نسني مقارنا فين ندي الدونيت باللي نكوني ونحبس انا حاشا ما نكفى المهام اكيد لا نوكاد يدي وصفنا ولا يظل لي ديكلاراسيون الناس لي ديكلاراسيون كي التهديدات سيدي مناص امكثوره الدوني تاكيريت ولينو كلي سلوني سلماريكان سلوروباكي سلحكم بارافن امك ثلاثه اللعيبه هذا قد مسلاني يظل يخدم من دليل مناصكي ولا شنو يسحب سن اما كان في الصراد الموقفه كي هل طارا اللوبي سيونيستاكي لحقا دي سيطاروكا في الدوني تاكاكي ماذا بك ما سعد كرت موسني في كندا كرت تفثى في المشهدك ظلام انا في الوين الحكومه الاسرائيل نتنياهو اللي دون فقره اللوجيك يلحقهم كنقارن في وراك تينس وفي بيوقيع قال لمان الجيران تمر في عرابين تمر في حبيبين انسان كاين دنيغ في ديمون عمت خاصه بدمي كان وساكي مسمي ساكي سوز ما فيش ثلاثه الجيره في ثلاثه في خدمنا في غزه نوني مع هذا الفوز ديال الكوله باللي تكتش ديمون وسميتي هذه جيستيفي وكني كاين هذيك الحيماني صافيني صافيني كل خدم يا اوريجي ما بغا اوريجي تاع اوريجي ايغور لان اوريجي القاعه اوريجي الطجره دوني ارغول فون سي بور انيونتير لا ريزيستونس باليتي هو كني كاين خبر وزن ايغالين او كل مقاومه على ادلال فلسطين درتو مع الاطوال محكوم من سن لكن قام حكم فلسطيني ويقوى لها بعد ما لا كان قام المصالحه كي قال بصح مازال يقوى لها كني لاق ما الاطوال تيمورا كان قام جيران يعطيك هني اذا كان قام ضعفن ما هو اللي يعطيك طلب السجن هو كي في حماس ادخل من غزه فاش اللي قبل يعني هو كي قال حاشا مبادره مصر تسمى ما كني كي يبغى ليكس ولاد الروح يوجد فلسطينيين على خطر المبادره من مصر وليت الجيم اشما يعني من الحقوق الفلسطينيين في السنه كي قاتل خمسه ساكين في نظام ديزارمي تسمى هذاك ناكل سلاح المقاومه اذا سمع كي جينا لا ما سميت السلاح يخدم ديك سنين شتي يخدم الساكين ازكا بلا سلاح اذا سمع هذه الشم ماشي كان الاستعمار اذا سمع اني محاط لي لا قري ثم اللي يقفوا يتغزلوا تغل طبعا طبعا اسرائيل نكون انا اشتكي كل شيء من الناس وما زال في دنيا انه ايفان ما راه طوالي اجراوا الناس الدوكلان ما نو ايلونو ما راه طوالي فاش قاموس اذا كان كومبلان دو لومي داك لا كوميسيون دي دروات لوم ما ما كليك زعما هو كي سي جوست كان طار سي بور ان تريك ديبلوماتيك سي بور ليكستيريال كان بلا قال انا خدم قاموس راهي حقا فاين كي تبغون اذا غزال برانا يعني جبران كل زرانا كان يتوح زمان لان كان وقت نكا اسمن يجدو هنا كين اسمن يجدو هنا يعني اذا بو هنا كين برا باش يعني يجدو هنا كرنا لا في زابو هنا كي انتم وانا نسمي سنين نخدم لا كوميسيون نخدم كوميسيون دونك انا سجل كل شيء لكن قارن ضرب على ان بقرا في فلا يقدر نجي دونك ما كان ياهو اللي افيك لو غوفرمون الاسرائيلي انه الحكومه الاسرائيل اسام دون سا بروبر لوجيك
استغني عاد كان مرة فوالا بانتيك مكوني اي قاو حاغ الحال ما ننتولي اذا قلنا ما كتهضر مع راه كان سوك فو زابون الجزائر ماشي كنقارن لي زيكزامبل لي خصنا للناد في لاماسيو جينيرال اتمكن للناد زمره بنيني في اوروب لان ني ايرا الجيري اللي غلينا والسنغالي عدان عند يعني مالي عند موت 118 العباد جالس استهزاريا يعني يمكن الساقين كنا نطرح نطف جاتنا نطرح خاصة في دينينا جينا فيه يقموزين مما هو لهم باللي نميد أحضرها في الشرعية الساقين فروح قصص منا يعني أنا زملاء يعني نكسنين السنة الساقين لحصوه رانتي تفكيلار أنا جامي التير جي كوتي جي فاق الأرجيرا ماشي قالوا فوتو غدودة داري جال وعدة ودائما تنقارا نزيبو ينادي زنزنا رحنا نتموت منا يوعدي وكنبقى من يقلحكم الساقين صغير كان أزابو يدي يقبل كل ستاجير فرنسا يقتل حوين كان ستاجير مين خبزاتي كونترا لي جندار لي تشكعر الو كان عندي غير الطبق لا روبلان ني لونكيت فليب وطنوالي دار انا ايد بونار فرنسا يعني فين قالوا في الكل كي قرحنا طاس ميم لي كور لي ديسباري بودي موزاني تسمى فرنسا كنقرا اسد وين فرنسا ذكر غون اكو احمد جناوي لو شفتي القران الشرعيه لو شفتي القران الزايد لو شفتي القران هو وجود الزايد هو كيفين اكثر هذه قبل كنا في الزهرون لو شفتي غايب اما كنا اقلعنا سون دوفوني une colonie dans un centre de l'année, une succursale de la France. Un stagiaire, on se mêlait, on a fait un stagiaire à l'enclin, c'est où aller au bout de l'aéré. Et les forces patriotiques qui ont été mises, elles sont là, bien, elles sont là, 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 mondial de dislocation de toutes les régions qui étaient toutes les régions riches à part un peu Berlin et une coquille de varanis Moréagi à part le pays Moréagi c'est ساعات البترول ساعات الغاز ساعات امان خطر الظلام باللي يتقسم ليه دون لي زاني فينير لكن قارن الجيرات والتغاثرات الجيرات كونفونسيونال لغايه الجيرات الثمن لغايه الجيرات في الانرجي افان شتاكي يتكلمك شوالي تاكين يتموراجين ايمن شوالي تاكين سهل استحلات من الحال وكنا بينين يتموراج خطر يزابوين يتموراجين ويسعينا الشرعية الزبوين إيج كم شرعية يبوغدو المسكن كم يوعده ونف كم يغالم البراء سيطو لزوكسيدونتو انشتا في كارغوغنا زمان بنيني باللي فوق إلي إيفيج كونسيونس ناسيونال في لقى ويز يعني إرجز في لوين سرفيس في لوين أكو ليز انتليكسيال ليز يعني المزيين في المزيين فوق أذكر أسيق الشيطاح وأذكر وتنجين أنا ونسين على خطر كاجين الساجين أما كان استقلال 62 وقال الاستقلال نين مازالوا في المباراة مازال أقلع غير في الزباق سوفلانت كنقارن سوفلو سداو فرنوس الاستعمار عقلين الساقي الاستعمار جديد الاستعمار جديد في تشمالا في مولا تمثيل الاحكام نيشتمي سيد لكن نيشتمي سيد اسماء لا يصف اسماء القرار كنقارن في مولاكي هذه صار فوسيس هذه صار فوس يعني بزوزنا اليوغال غير فاش ايزابوين ايزنزن ايكرهنا في مولاكي ايزنزن ايكرهنا القرار انت موتاكي اذا شكي كان زمان دنيا مثال مثالك سي محمد السلام وكني كي هذا يقولوا نجين كما راه انا تكون دولين باللي ما الساعه الدونجي ماشي كان يغزا ماشي فالسيل صح الدونجي اللي او نيفو او تو شي سجد في مناطقنا كنت مرة عارف انت مناطقين انت مناطقين كلمين في مناطقين عندما ما زال كنقارن ايزابوين وسعينا شرعية خطر ايزابوين نقيم يضعف انت ايزابوين نقيم وسعينا لنا شرعية إن كان أفوسي وكنيكي إغال مدوك نتموران بران إخوان ساعات أفوسي ساقيمة ساقيمة مكيدة في كل ساعات ساقيمة ديرك نقل قرار نتمورا يجي حطنا
قمتنا مقرن الخضر فايكن مولا شوغي اللي في اعطف كده مليحي راح الفرازي تني يروح خطر الناس ها سوالت اخويا كيف لك ربي مازال كانوا نسقسي مولا شوغي اللي في قمتنا مقرن الخضر ثورة خطر سكاي نيوز تزرر ثقين سكاي نيوز نولد يهضر ام ضبرا كم قرن ازرائيل نتنياهو ام ضبرا لادمينستراسيون ميليتير نسن داغن اخطر لي هني مد هضرن تولد نواوال نسن ومام طون اغضف كثافات في التفني فقنن ديما نسن باللي توحرق توحقرن باللي اثنا خدمن الحاجه ياكي خطر الشعب نسن يتواظلم اناند باللي نكوني نفغان بروتيجي وقدود غزه المقاومه كي العسكره كي نحمس انت راه يستعمل الشعب كي انت راه تيتسرن رزات باش هذي فرد فيريس نكوني نفغان الحق على العسكر ماشي الشعب ولكن الواقع يفقند باللي وثناس المحطه تريسيتي ستاسيون الكتريك وثناس تنغلف التدريم وزاره الماليه وثناس ثمنات تزررت الاقصى لا راديو الاقصى تشجع ناس اللي ناك لي تكست بوسميت غير لي ميساج دي تليفون هذا فرنسا من بعد ثنوثن دونك ماذا بك اتصل ديالنا صهيوني ناكي استعمل نتصل الحيله امس لا يرد مسلي باش ادي بيني ماني سي العالم ماكي باللي يحمل لا الراشي تبروتيجي تي واشولين توسا ومعنا ادي التناقض فان شاء الله ما ساعد كانت موسني اتصل ديالنا تساكيد لا كاركتيريستيك نسن تساكيد الصفه نسن اكدي فين الحاجه لها ولكن امكن تقارن سي فرايش في حي رقم سي داخل نعم لا حمد لله نعم ولكن ضريبة إن يفاد الجير كنقال بروبا هي كده الجير إذا كل كتيب وحنين إذا كل كل شيء ما إذا أمتيك سيكولوجي خطر ما هو بيض هذا وصحيوني نتسا يتوسن وكل شيء تلحيله ينس يخدم سوار ما نظر كذيك كاكين يفد مقدنا يفد الزاوية ان حكومة عند تصالح حكومة عرب ان مسلمين ولينا لا المستوى افنش كاكين ايه من بشد ان ما راه طواليضة نمت العيد زكماتين البومبا فين سيدي توقري توقري في اني مكون اندا لاني غوردان رشت حداين لعبنا خطر زران باللي غوردان فانرس رينا لنا الضري وكنا لعبنا بس نلعب ظهر شي خدام كل كم ديالي في شي ناقص عني نسوي دروت مهني كان اني ولا انا كني كيف كريك بدوز مراجن براش تدي موران دي تعني زبون ديمقراطيك يعني دي بوفوار ديمقراطيك فهم اللي نحن لا سوسيتي سيفيل مونديال كريد كون ميم الى لا ليز انتري دي طام مي ايغلوفن كان قام نسوسو منارا كما لعب المسكن القرار باللي الكورين في القران مي ضيضا هيك لا مانوفا اسرائيليين اي تي توجور انا هو اللي سيرفيس كريمسيان طقس ما يدوني مرة لأن شنوك في مواجه شنوك لي ريزو سيرتو لو كوميرس انترناسيونال ياك لانفورماسيون مونديال ضيضا يسال ما كنت دونيت لان يطفن كم قارن تجارة دونيت نونيت عندي كيف يطفن اثنش تاقي هو كنت كن نطري مزران بلي تاقي دونيت مرة توالي انتني بخطر ما كنت ديك زمازات فرواقص تمثالين تاقي لان لي ريزو سوسيو لي ميديا عمان دونك كما لي ميديا نون لي ميديا دخلون في زيت دونك سيدينا مكالات كنا اوزن ان داب اللي راح يزقي وكان الحامين في جدود نجاح في جدود نغزة اما كني كيما نحن نعطيك الحامين في جدود نسن نشتاقك في جعال نشتاقك في كركاس نشتاقك لي في دي مانوفر ايفان باللي سيكولوجيك ممكن سي فري وزين انا هو كني كيما تسيبين المقاومة رفت في السمانات من بعد قوة تلازم دا كان قارن تلازم دا بريسكو مام نيفو راري بورتنسن ما بقريك المقاومة على كان قارن لموهي عطاس بالصح أجدوز نسمى أجدوز إسرائيل غير اللي أنا نحن سعين أمسي بس عن تاكين سوق دي ناكي خلال غرفن مدام
أكدوز نسن يتبوال ما زعما أكدوز نسن ظلام من اللي دعطيك في إن كيستيون دعطيك دي بوليتيك انترن ظلام من اللي ما وقفنا ما دي فاصل خسارة الكراكي خدم ضد لكن اليوز الفلسطيني دونك التاجي إلى شانجي استراتيجي سيتو استراتيجي دو كومينيكاسيون عندها هادي سجن لكن قارن إيزنس مرة باللي خاطئ أين كوكو كوكو دي يموت نموت نرى خطر نقصد أنت خطر مين سنة تاتي زيرو ماشي بالغلطة صح خطر المقاومة يعني خلاص خدم إيجدو ثلاث مني لكن قارن أون باس خاطئ يبانو أنوني نوت نرى غلطة لا استراتيجية نسنس بالدتروير توت لا ريزيستانس مادري نرى خطر هنا المقاومة ماشي نحن كان المقاومة زي كذو الظلام باللي هزو الفلسطيني إلي غزة نغي غزة نغي ثمورا نغي ثمورا نغي إجران فلسطين يعني نقصد من بعد 48 الظلام باللي هزو الفلسطيني يعني أرجو تنطو فنزا أخذ 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 المقاومة دو ثمين الظلام باللي أقول الزاكوني قاعد بين الساقي الساقي توامسحن مادام إسرائيل أوت كفارة على الجروب كفينس أو كفارة مع كن قارن ميثاقي السنية من ساس فلسطين على خطر السجية كل سنة كن قارن النادي سبنت بالليل لحكم الصهيون لحكم إسرائيل ما في لحكم إزمان دارس وسط رجال سن دارس خمريس بكتاب قارئ خمسة ما من لا ما دام تضاف مورا الجناس خطر نتاعو اللي تعرف يون نتاع مادام نتاع القوات الخمسة الدونيت يخدم كني في هوا يفادي جذوب ان ناس ملاقاة في مسلمين وفي جديد كان قارن ذي مضاعفين يفاد ذي عمتيك يجذوب إذا بوين انت مورا برا ذي عمتيك وتخدم تشمع يعني وفي جنيت ساقين أبريد الغوثي إلا ذا يكيدين كيدي قولان فلاق بيجروزن كانتا إيجروزن موت كير نالا مون وضعلو نالا موت ساو نالا وكنا تيرين لكن قارديني تي وكني كين ألقاو من أعزاوي إيجرش من الموت إيبغانا بيستعمر ساموت إيبغانا بيمحي أقوى أين إلا نزموتاقين أنشتاقين أنزميلاتنا وضع مادام الساقين مازال إذا بوينا جسعين على مادينا إذي قدوهنا لأي ديفانا وديس إذا أزكا إذي قدوهنا جيت إلا فالحكم أدي يغال غريفة سنسن أزمين على أن أنا رصي الحكوماتنا إذا بوين ديمقراطية أزمين إذي قدوهنا لأي حكمي مولانسن ظلاغ باللي كان سالة فلسطين إن شاء الله أدف إسوينك أدف أتوغى المرغوبين إنه أدف الحلين من كملكة جيناتا إذا بوينا جينات مولايقين من كملكة جيناتا خطر ما أخبار الكامل باللي نزغوا ينادش لخل ما نسمسن تعرف أن كان يجدوز مسن كيف أن كان يجدوز مسن أحد المسن كان تكمان تو وكنا تقع مارا في هس وكنا تعجل مارا مين عند نظني الحدود برا الحدود إذا روين يظهرون دونك مرات خمضة المقرسيسان سيكولوجيك de l'attitude israélienne, mais en même temps, c'est une attitude de communication, c'est une attitude politique pour essayer, c'est la victimisation. Elle joue la victime, ou qui me vient à la collègue Medden, nous connaissons كان قارن صورة بان أكون مثلا نقدر نسمع بان أمتد عداو أمتد لجريسات أمتد نقان أمتد يعني إدخل من البطل إيفان وغزول إكتوا حقران إكتوا وطن إكتوا مغان تجينا أزمارا أطغم الوصف تجينا بين كان نهني نسعين القوة نسن القوة جهة نظنا سن كان قارن ماشي القوة يعني يسعن الجاليس أفن شديد إسبيلين أطلق دونك ستين ترانفري أنكور إن فوا نو بانسان pour notre part à Djidjelid Belé, il faudrait éveiller les consciences nationales au niveau de ce peuple-là et pour essayer de créer des changements générationnels, il faut qu'on arrive à des changements pacifiques et démocratiques. Il y a quand même d'ailleurs, il faut une conscience internationale de l'air
سام في مورا الجنات هون كبيرة نعيش كتلويت ما فمناطنا إذن الدنيا تاكي ما زالت لا ديك سموح قرانة ما زالت لا كنقارن الاستعمار خطا نظرا الدنيا مرة لا تسمات الجواء عندها مدى الاستعمار ما زال كنقارن ثانسة الصحراء الغربية ثانسة تاكي مبارسقي مدى الجيرة تاكي أكل جيرة تاكي تلاقي تنقنا تاكو في لنا كثورا سوريا ليبيا مورا النظام مي مدام تلويث اللارامة تمورا ممكن البنات نظر إلى بنيني باللي كنت خان يعني تمورا لي خلاص بلين بل المرغوب أن دانس مين سوا غناس مين سوا بنا لونجو يعني عقراو البنات والدوكلون أستاقي نكون نسوا دي قدوذن نسوا لد إذا بوين عند الملان هو كميتين أدر الحق أدر الحق إذا فيس أدر الحق يوجد فلسطينية أدفكت نساتها جي بلا ما أدنت الأرواح نغنى لإنسان بلا ما هد نفوي لإلان اسمه راجي على خطر أنشتاقي ماشي دين شرط أنك نقرن إنسانية أنشتاقي داني يتضرون داني يقاس نك يجوز من دملان وأنشتاقي دان فيه ويتعاون على الوقت اللي كان فيه تلويث الدنيا مرة قمتنا دكتور قمتنا مقرن الخضارك ديني ثاني مرثا مقرن في مغلية كي تنور ظن عداك ما صحيت قمتنا مقرن الخضار هاد نغالة قمتنا ياسين قمتنا مقرن الخضار يمسل ايدا فكرة الحول انك يلقوا قدود اذي فد ويحب سارة اذي خدم كرة اللي بيسو خطر مكرة نتوالي ولاش اسير مسل سي ثمانات الاوروب ولاش اسير مسي ثمانات بارض نديس المن ولاش اسير مسي ثمانات الماريكان لان كرة المبطارات قدوسا انقطر وممطن لتركي جوستك ان دو تروا مين تفكرنا تم غني كرة اللي حلا كده شيء تولي ذا بارابورا فمس اللي يجي غدي بي اجمتنا مقرن الاخضر يعني سنين اتصح اجمتنا مقرن الاخضر يعني اتص اتص ليزيك لارسيس مو يعني دي خدم اتص التوعية دي خدم الشعب يتو سنة اتصحة يعني تكمل قواليس ستادير ميلان قيم يعني انصراجو سميس تجمع هاجي في مقرنين ليزاسياسيون انترناسيونال هاجي باش يعني تحركنت نسولي بلي ولاش دا شويه تخدمنت لونو وكان سي تا دير سي تان بروبليم ايغلاني لوروب ناشو سي لي جو بونس او فان دي سوليسيون مي ان بروبليم ما كان دا شاك جور دي سونتين دو بيرسون ايرلين مي توجور دوبي شحال يوم هكا كيثور مازال لا تكمل هكا لو ميم بروبليم يتكمل دونك جبير بلا سوليسيون دو توجور لا بريسيون الشعب راهي كملن اماكني دنا داكي اماكن داكي الشعب داكي لوندرا ما كيخدم خمن لا بروميير مارش ولاش شي يبدل اورغانيزي دي نوتر مارش كان كني نوتر خدم دي بريسيون في الغوفرنمون باش هاد الحركه فوالا خاطر نسولي سي تادير يعني ولاش دي سوليسيون سكو داكي حكمنا كاكيتو دونك كاين شبير بز الشعب اقلق هذيك من لا بريسيون ينس وخمن سواتي كلي وين سوا تخمني بريسيون في تكمل لي بريسيون ضغوطات يعني باش مارس سكاد فان دفان في فرات وادي حفص شوال لقينا اورس ان شاء الله ان شاء الله ياسين صحتك ما ترد نغلى غورك ياسين نروح سين في قلنا ويسين قمتنا محمد مقرن مكاح سليني السلام عليكم عسلامة انك العيدك ذا سعدك مثلنا مقرن مكاحة كنيني السلام عليكم مزول في الليك ان شاء الله اقلاق بثنا محمد مقرن مكاحن ولا لا فيديو نيك لانترفونسيون لي دفكيض الرايك سوف هذا شو اللي نقول لك ضانان يعني انت مسلتك الغزة ولكن نقلا دقاسة فن العوارش العواشر اسم ايام العيد ولكن اعدى وصهيوني مازال ينق مازال ونار حمانا شفقة خاصة نسقي قريب نميان زيادة شهداء فاكدريني مرحبا سيسك كمل انا ديت مغلينيك امكرت سوالي تمثل تاكي سنة اثل حكمتنا مقرن ان شاء
بالحقيقة لما محمد سوري يسحب الدلغة سعودنا ومزين بكل الناس بكل مخرمة عشان تكون تقص حمل قرر حمل دي ما يقال بكل الناس من المناطق من جنوب وقفتها 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 هذا جارين فرق مثل بجيبين بجيبين طريقة وحشي الحين كنا دلوقتي بحاجة وقلت من الفنانة مقدرين بالأرض النواة بالأرض النواة مرة فاردين اللي جدمو حالي وبيت جرقني وخدمي بين خدمين بالطلب سنين بسلي قلت شو بيرة بيني بدي وين بين مثلا شو بين دمارة تخشنا بالهم ودمارة تخشنا أنا خلني خارج هنا ما خلني بالخارج الطلب سنين من يتكلم الله من يحكم الله من يحكم عربي من يحكم مسلم من يحكم نفس قد مسلم نخاف من كل كنا نفس لو كان السلطة بدأنا جريمة مصحب الإسرائيل لأنه حال أجد يرن الخبب من أي تأخذ منه لو تشغل الإشكال ويريد من دولنا على حكم النار يريد من أرمي أحكم من بعيد يبدو أنا أريد من بحكم النار مسجد مسجد يهود مسجد صاحبنا دونك غير غادي ندير باللين ممكن زوج عندي واحد يخسر الشريف في غزه اللي الحكم العرب الحكام بالنسبه لي كذا قد زوارين الزفار والسهول ودين باللين عين كذا عند غزه غير من قاتل العقاره قمتنا ام قرن مقاعد التصدي هضرنا عرفت فرانين فسميتها ام كيسقرنا في لي سوليسيون في الحلول قارند باللي اي غير الحكومه كبارة فن ما فانت سفن نيمان سن سعن البترون سعن الخيرات ام كيخدم النيه نيمان سعن المشاكل كذا الدول ثياض اسن خدم لي سونكسيون يعني اسن نكزم النوكا فريدن الكوميرس اسن نسحب سن ندير من سن ندير بونكات اي غير يعرف نقي وتحركنا راسينين ولاش البترول ولاش الغاز اي غير جريت الحاجة شغل الحكم ضارب لينا بنا محمد شغل ديجا أصلا التجربة نقدر عندي غزة دي فلسطين انت عجيبارة شغل التجربة نقدر عندي ديمقراطية الانتخابات نقدر عندي فلسطين مدولي حماس الانتخابات وفي بدر سدد الحكم وفي زي ما تخدم في زي الشابين تفز فيريس في الحزد فيريس الكوفيد المقاومة الحكام ضاروا لي اعتبار الحل وقاز المصير نسند المصير من الحكام مثلنا المنظمة الفلسطينية اللي شغل دولة الفلسطين دونك شغل تولينا مكنا شغل مثلا حماس مثلا بحال المقاومة لا تجهد فوضى ترزو داين شغل نوفا سند الحلي وكنا نتصور هند نوفا سند الحلي وكنا نتصور خن دونك مثلني راه اساسا اعلن انه فرصات بحماسة ترز المقاومة غسرون يمكن بني مشاء وقلو سبيل المقاومة والسوابرة أبريد من النظام اللي تساوي أرى إيه بتساوي دبريد سوسمين إيه بتساوي دبريد مدير بتساوي دبريد شغلو خنيمة وقارون بنادم شغلو نارح من القديس ودينا قنيفة ودس بجنة لي كاباسيتي ناس القدراتي ناس ازدث وادويس وانا وصحب الناران وصبغا وتبغى ناران ادي فانا دي فلاني يمكن الحق من السنة ويتسيري اراهم وشو ودي التسارة النظام سنوكنا لغدين كمانا كمثنا مقرر مكاح التصارة دي هدرنا في الحلول خطة تصدي ان نسير مكان يعني الاوروبي روح يعرف ندين سلم انه لاش الامريكان ولاش جراند كرا المبادرات هناك القطر تركيا ثمني لي نقل باريس ولكن ورادي دي فنقيح ذا شو الحل راه تسوالا تركاكي باش تسيلي يون الحل راه يسحب سن العسكر راكي وكثر تكمل راس البومبات خاطر هو البيض اللي نطنياهو ما مطوم تبر العسكر انك نكون نحبس راه التهديدات دفكان انك نكون نكمل لكاكي حاشا ما نبض المقصدنا الى قد النتيجه فرسك احنا نديران باس دونك الى قرب بان زداف الراي داخل المسن لاسرائيل اللي ضعفن دوز برنارا اللي توسن خاطر كونتر بارتي اللي بلي ما استاكيل زي السفر كان كل اسرائيل قلت لي بدل عدوان راه استاكيل تسوي بلا غنى غنى اخترنا 20 سولدا ميليت اسرائيليان ما عندهاش والمقاومه سوداش سي سي فاسن مسن سوداً نغان هذه ليك دوك
مين الحقيقة بالواقع والجمرمارة لذلك الفترة الجوزرين بسيطرة هانن عاش المفاوضة تاكي وكنا تحرس بالصح بغان بأبخص الأثمان السوما رخيصنا كلهم شغلة الرغم الفلسطينيين تهدن ودونوا كاك سميس لجوكسي بغدن خمد شروط هاف حما تسكس السلاحية ناس تسكس المقاومة السلاحية ناس يكون تجبير أنا في مساول أدار إفريكي والمقاومة قرارة لكنا ما يدنا دبور سلاح المقاومة عشان إلي أندس كتاب ولا شكل مشاورة فلاس ولا شكل نقاش فلاس الجبيران بالصح نحكي كيف او بليز دو ساس قام باش نحل السورة باش نحل القتال يقبل الى قلت ورفع الحصارة في غزة اخطر كلمة في الظرام غزة في الله مش حدث وسنياجي دون جين تري جون اسيال وفير سوى غلق في كل سلم حر تغلق في الجهة مصر تغلق في الجهة الاسرائيل تغلق يزي تري بلي عالمان مستخيط ولاش ولاش ساد ولاش المكلام ولاش الاسانس ولاش المازوت ولاش تلسيتير ولاش امان ولي كنار شغل تسخدنا في ربي صوغن هذا الاسئي هل تخدمنا في كل شيء لاسي ولغم جنو الارمي الزرايديين دونك شغل من الناس نقارن بشكل يعني نحب السورة الخطار يقولوا كان نحب السورة قدر من شروط النار شروط النار قد يتوقف الحصار ادفع لي محبسنا كيف يتبين بقسانا جيو بني يرمي صفقا شابت دونك الامور هذه الكبير اسرائيل اللي كانت تطبق مع انتها الحكام يقدر دورة كيجي وقالي لدي لقنية جماعتين الانتخابات دون الخسارة من الانتخابات دونك ارات نترى ان في الامم المتحدة في امريكا في اوروبا يمكن تخم برسيون في مصر وتخم برسيون في حماس كما تنا محمد دم قرانا كنين نيثان ميرثا مقرات صحيتك ما افثمولي يجي نيك ادن سمكتي اثم سمثن بلا ساقي اديو غال البروغرام ني اوهيل اول تللي ايلين سي 8 ونصمد العشرة كدمتنا حميد ادن الخطوط او قدود الجزائري باش غادي يفكر الرئيسين يعني المحنة كين غزة اي سما سماثين ان نروح سيف الدم شطوح فاصل قصير ادن غال الغرون قيمتي كدنا فعدد العيد فرح مدن مغفرا عيدن يقردن رسان القشة جديد لعبن انشتاقين نوالات ذي ثموران انديغي مسلمن اثناء ذي لهنا لا معنى يقردن الفلسطين ذي المحنى يسعدان العيد نسقوسا اسرائيل وش لي عارا مقلان يقردن اقين سعدان العيد ثمر بوحثنا غالا ثجان أنا مثل صفحيتني العيد وثفذان ثكاثي خامنس القوة عندي اللان عطاسني قرذاني مشطاح أكتو لوين بلا منتو عطاسن جوامع يثوث باشو دي توث كرارا اسمنا ربي ذيني ثتوقاذ إسرائيل ثوث ذاغن عطاسن تاويلاث بوغميس البرج الصحفيين نغ البرج نغميسن أكد القناة الأقصى باش يتصوّر راس صوتني فلسطينيين أكو ذيني خدمن ديكسن الصهاينة غير العالم أنشتاقي غير كلث
يضرون أفيث مثنا ذي غزة سدوب ولن بعرفن وسوسمن يضران ما إذا مني فلسطينيين وسوانا ران الدرجة يجي عندي الحكام معرفن السوسمن أف الحق وذقفلن المذلة. السلام عليكم ورحمة الله الزلف اللون وقذي عدي تولي ثي قذي عدي تولي ننو غال الدمنا دنكمل الأول نغا في المحنان الغزة أدنو غال الستيديو قمثنا سياسين المسلية ذات أثفرن تفاسميث الحل التصدي قارن ولاش يصير مان يعني نسيت مناط الأوروبي عرب نسل من الماريكان حاشا ولا رد نسل ولكن العدوان الصهيوني ما زال كث يا عجبا ذي سفن العواشر مازال سلبومبات مكيد نراك مثلا ياسين ارنان لحق الميل شو هادر 1100 قموثن لا يوجد دينا عدن قريب بالك 1500 خطر لن وقد وقفنا رمي تهدوني خامن ذا شو الحل راه توالي ضد كفري ذاك المبادرات لن وقد دينا ولا شو كسر من يعني اعرابنا لوروبنا ذا شو ذا كان يقرد يوث الحاجه نتوري الشعوب نقولوا ذن بارتو دو لو موند فاند خدمت كرا لي بريسيون أمثل يعني نعم يعني أجمع محمد اسمه خلاص هنا كي تعرونا كجي ما كنا دنام سجلينا أشحال نيوم يا كجي تجول الموثات تزاد سمات تزاد سدواس وليش ودي مودنا كثير فلاث ولاش ألم المارث قيمة صارجو ذا كجي يعني ما تخمض أماكن دنا ثلاق إمبريسيون بون الشعب بيسعى لبارينس ده صح إذا ما ذي خمي إمبريسيون اما كنا يدنا كنا ما كنا خدمنا كي ثمورني يظن الحون وتروح ان الزومباساد اسرائيل خدم من الضغوط تاع خدم من ديبرسيون دي نايتو ثاني ثمور ثاره فين ما ثمور اي مموح اتص انت مور ايغلن كل سنتي دي جماعه ذاك اتص ثمور ثين سمين اون جينيرال اتص ايغلن ذن وي لي بي ريش يش بي ار بي دي الموند لي ريش سكو ناتور ذن وي ثنتي سان ثمور ثين سمين اي ثاره فين اي لي بي اي اسمي سي جهدن سوا شو تعيشين سليرو شاس ناتوريال انت موراقي ثين سلميناقي لو كان يعني ما كان دينايون نجي مثلا يسوي الله داني رفو لو كان يعني اخ من لابريسيو غاد حفسناك سوا تحفز ما منواقي سوا ولا كوني انحفز وانت تكسبورتيال سوا البترول لاقي نلقاز لاقي نلقاز شاس ناتوريال لاقي ساعة انت كوث موراقي دي جي سيت امبرسيون زمان تخمنا في موراقي جهدن وزمان انت تحركنت واد مود انت ثيفرث زمان تسوجدين تقيون قواس دونك اش بها ربي ثلاثي فرث لو كان فغان لو كان فغان صح صح حيت سينا دنو ولا غور كما اسما اسما ثين وتمثنا حياة تخدم نغد كيرا الفيتي اين يعني غزاد العواشر تبع من الفيتي اكي ادنو ولا غور فعدد العيد
فرح مدن مغفرا عيدني قردان ارسان القشة جديد لعبن انشتاقي نوالات ذي ثموران اندي مسلمن اثناء ذي لهنا لا معنى يقردان الفلسطين ذي المحنان يسعدان العيد نسقاسا اسرائيل وش لي عارا مقلان يقردان اقيا سعدان العيد ثمر فوح ثنغالا ثجان أنا ما تصفحيتن العيد وثفذان ثكاثي خامنس القوة عندي لانا طاسني قرداني مشطاح أكتو لوين بلا ما انتو عطاسن جوامع يثوث باش وذي توث كرارا اسمنا ربي ذين ثتوقاذ إسرائيل ثوث ذاغن عطاسن تاويلاث بغميس البرج الصحفيين نغل البرج نغميسن برج الصحفيين نغل البرج نغميسن أكد القناة الأقصى باش يتصوّر راس صوتني فلسطينيين أكديني خدمن ذيك سن الصهاينة غير العالم أنشتاقي غير كلث يضرون أفيث مثنا ذي غزة سدوب ولن بعرفن وسوسمن يا درا ما إذا مني فلسطينيين وسوانا راه الدرجة ياكي عندي الحكام معرفن أسوس من أف الحق وذقفلن المذلة اسم اسم مثل وقد الفيتي دخل من وتمثنا حياة تانية عندنا غزة العواشر ثورة يساند قمثنا ينفكي إبراهيم غربي أسني السلام عليكم مزول فلاك العيد كذا سعدي قمثنا غربي عليكم السلام سي محمد أسلام منك أسلام أقما أم كانت تولي ضاق ماذا العواشر ولكن أعذو الصهيوني وحفي سارس البومباتي الناس وحفي سارس القتلي الناس فأدنا حبسي أسقي أغدف كذ الرأيك نثم غلينك خاصة أفوان نطنياهو ذي مضبر العسكري نسيذ لي دينان باللي نكوني ونحب سارة ولكن دوني توكت سوسم استهديدة ثقي أكيد نرحب أغدف كذ الرأيك مرحبا سيسكيكم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك محمد السلام عليكم مازول فلاون السلام ورحمة الله أعرج فقط على مسألة العيد في غزة وما يجري هناك بداية أتوجه أخي محمد إلى المقاومة الباسلة المقاومة البطلة وأحييها وأقول لها تقبل الله منكم وغفر الله لكم وأعاده الله عليكم وأنتم تنعمون بالحرية والأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والاستقلال لأن أخي محمد في اعتقادي أن أولى الناس اليوم بالفرح خاصة في هذه في يوم العيد هي المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام لأنها تخوض معركة نيابة عن الأمة وهي اليوم تذود على محارمها الأمة وترفع عنها الذل والهوان واليأس هذه الأيام أيام الجهاد هي أيام من أيام الله لابد أن يبدأ أن يبدأ الإنسان والحر في العرب ولا في المسلمين أن يؤرخ فيها للرجولة والأنفة والعزة والكرامة هذه البطولات أخي محمد التي تقدمها المقاومة في فلسطين عامة وفي غزة خاصة غزة العزة لا بد أن تكتب بمداد من ذهب على صفحات من نور تقرأها الأجيال إن شاء الله الآتية وتتوارثها وتصنع من خلالها مجدها وتقول هذا إن شاء الله في المستقبل أبنائنا يقولوا ويقولوا أن أجدادنا كانوا رجالا وكانوا أبطالا لم يقبلوا الظلم والعيش تحت الذل لأن كما قال الشاعر إن الذل حمار البيت يألبه والحر ينكره والفيل والأسد هذه المقاومة أخي محمد العزيز علينا رغم قلة عددها وعدتها والمساحة التي تتحرك فيها ومن خلالها ها هي تستطيع واستطاعت أن تقف في وجه أعتى قوة في المنطقة لقنت جيش بني صهيون هذا درسا لا ولن ينسى أبدا هذا الجيش اللي راه يرعب بالجيوش العربية المتخاذلة الحق ليست لذاتها ولا لضعفها ولكن لتواطؤ غالبية حكامها وملوكها مع هذا العدو ومع الغرب فلو تركت هذه الجيوش أخي محمد
هالجيوش العربية بل أقول الجيش المصري فقط لو كانت له قيادة راشدة غير عميلة للقن هذا العدو درسا ولا رمى به في أعماق البحار. هاي المقاومة أخي محمد تدخل فيه وتأسر منه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم ويسدد رميتهم ويهزم هذا العدو. أنا أقول لهم وننصحهم أخي مسمحيك ننصح المقاومة ونقول لها شجرة النصر يغرسها الصبر والأمل والثبات والإخلاص. سنطلب من أن يتمسكوا بهذه العناصر ولا يتركوا ماء اليأس والخوف يتسرب إلى شجرتهم التي بدأ ثمارها يظهر ونجمهم بدأ يظهر، لأن نجمهم سيسطع وسيظل ساطعا ونجم الصهاينة راح للأفول والزوال إن شاء الله. الأستاذ إبراهيم غربي، لو تحدثنا مع الشعوب ولو قرأنا الجرائد يوصف موقف العرب موقفا صهيونيا، ما رأيك؟ ما سمعش أخي محمد. قلت لك إذا قرأنا الجرائد وتحدثنا مع شعوب الكثير يصف أن الموقف العربي موقفا صهيونيا، ما رأيك في هذا الكلام؟ أكيد نعم أخي محمد، هذا لا شك في ذلك، لأن العرب يعني حكام العرب وملوك العرب وجامعة العرب كلهم متواطئون مع هذا العدوان الهمجي، مع هذا الصهاينة، مع الغرب بصفة عامة. لأن ما كيف يفسر هذا الصمت، هذا ستانسيلونسكوب يعني كومبليس، هذا السكوت هو تواطؤ على قتل غزة، وهذا بدأ منذ صار الانقلاب في مصر وأرادوا تقليم أظافر المقاومة وأرادوا أن يضربوا المقاومة، لأن القضية المركزية هي في الحقيقة فلسطين، وأكثر من ذلك هي المقاومة، هذا المقاومة اللي رفعت لنا رأسنا واللي راهي تدافع، قلت لك تخوض معركة نيابة عن الأمة، بغاو يركعوها. وهذا الصمت العربي، هذا الخيانة العظمى اللي ما شهدهاش التاريخ، والدليل إذا قرأت وسائل الإعلام خاصة المصرية منها، عندما تسمع يا أخي محمد صحفي هذا النزل الرذل الذي يقول لابد أن تسوى غزة بالأرض، معناتها هو ويتكلمون حتى مسألة هذا المبادرة المصرية التي العفنة التي فيها مسألة يعني نزع سلاح المقاومة، بغاو ينزعوا سلاح المقاومة باش من بعد يستحلون بيضاء ما يولوا ما عندهم لا كلمة ولا، وبالتالي هذا يظهر لهذا الحرب ولهذا العدوان الهمجي، يدخل في إطار إعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير هذا، ولا سايكس بيكو اثنين دي بغاو يعودوا، لهذا عندهم معضلة هذه في فلسطين وهي المقاومة لابد أن يقضوا عليها. وهذا يعني الحمد لله الشعوب العربية لا تتفطن لهذه، وإن كان الإنسان ما يبرأهاش كلها، لأنها هي مطالبة ببذل الجهد واستفراغ الطاقة أكثر مما تفعله اليوم، لابد من الخروج إلى الشوارع والضغط على هذا الحكام والملوك باش يأخذوا موقف واضح في مستوى تطلعات هذه الشعوب، في مستوى القضية المركزية الفلسطينية التي من أجلها ضحى الأولون وما زلنا نضحي، ولو فتحت والله يا أخي محمد اليوم كدور في المساجد، دور عند العائلة تشوف اللي عيد ما عندوش طعم، لا ما كاش عيد، وكأنك تدير عرس في مأتم ولا راك تنفق في مأسم، ما كاش الأمة كلها قلوبها معلقة بغزة، والحديث في البيوت أينما ذهبنا وأينما نزلنا في البيوت عائلة تتكلم إلا على غزة وما تلاقيه غزة. يعني هذا الكلام كلام عندهم حق أن الشعوب، ولكن هذا يدفعهم كما قلت إلى أن ينهضوا من جديد وأن يطرحوا هذا ثوب الذل والهوان ويلبسوا ثوب العزة والكرامة ونخرج الشوارع ونطالب هؤلاء باتخاذ القرار. والله أريد أسألك الأستاذ إبراهيم، لأن الآن نرى الشعوب تتحرك والشعوب تضغط ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن الشعوب راهي تدير ما تستطيع، ولكن العالم خاصة أصحاب القرار في أوروبا، أصحاب القرار في أمريكا، أصحاب القرار في
في بلدان العرب، ما هو سر اللوبي الصهيوني الذي يترك كل هذه القوى تسكت وتصمت؟ فيه سر كبير، لأن إذا رأينا بلدان العرب الخيرات هذه البترول الغاز والأموال كلها في يدها، لماذا هذه القوى كلها قوة أوروبا أصحاب القرار في أوروبا وبلدان العرب يرون بأعينهم ثم أطفال صغار وشيوخ وعجائز خاصة في شهر رمضان غزة تحصر بكل هذا وكلهم ساكتون كلهم صامتون، ايش السر هذا؟ والله انا راني متعجب على كل حال. شوف الاخ محمد، على كل حال الصهاينه ولا اليهود هذو اللي ذكروا في القران مرارا وتكرارا وعرفناهم على مر السنين انهم يعرفون من اين تؤكل الكتف. هؤلاء ذاك هما في المجالات التي مجالات المصالح. كما قيل احنا ذهب الرجال المقتدى بافعالهم من منكرون لكل امر منكر وباقين في خلف يزين بعضهم لبعض ليأخذ معور من معور. هذا الحكام اللي رمعون سواء حكام العرب المسلمين سواء حكام في الغرب. الغرب اخويا محمد عنده المصلحه، ما عندوش حتى حاجه اخرى، هو يضمن مصلحه شعبه ولو بالتواطؤ مع الصهاينة دوك يملكون البنوك يعني المال ويملكون الإعلام. هذا الوسيلة وسيلتان هما اللي راهم يضغطوا على هذه الأنظمة سواء العربي والإسلامي ولا الغرب بصفة عامة باش لا يتخذ أي قرار يدفع نحو يعني رفع الغبن والضيم ورفع هذه المآسي التي تقع في غزة. فمصلحة اليهود هل هم لهم مصالح؟ أمريكا من يحكمها اللوبي الصهيوني، فرنسا اللوبي الصهيوني، بريطانيا نفس ألمانيا التي أصبحت اليوم رغم ما قدمته من اعتذارات وما قدمته من مال ما زالهم هاجس الهولوكوست يتبعهم وإن كان صحيح ولا غير صحيح، وكثير من يشكك في هذه المسألة. إن معناتها اليهود يا أخي هم استثمروا في الميادين اللي قادرين يضبطوا بها الامور، فضبطوا الامور راهم كل الناس في يدهم مصالحهم سواء بالمال ولا بالنساء ولا، وهذه معروفه في التاريخ ان كيف ان اليهود استطاعوا ان يتحكموا في العصب لان النار غير هذا هو المال، وفي الاعلام اللي راه يصور لك دوك غزه ولا يصور لك حماس باللي هي الظالمه التي بدات بالعدوان الى غير ذلك من الامور، ولكن يد الله فوق ايديهم. ولكن ثبات المقاومة أخي محمد، ثبات الشعوب الإسلامية والعربية والأحرار في العالم على هذا الموقف سيدفع هؤلاء إلى تغيير المسار تاعهم وسيعود الأمر إلى نصابه. اليوم أكثر من 100 شهيد في هذا اليوم، وإسرائيل أيضا تهدد بتوسيع العملية الإجرامية هذه تاعها ومزيد من التقتيل والتدمير والتشريد. هذا التصعيد يبين واحد، أول شيء أخويا محمد، أول مدى وحشية هذا الكيان الصهيوني، هذا الإجرام في حق إخواننا في غزة بتقتيل الأطفال والنساء والشيوخ. وينبأ ينبي أيضا بأن العدو الصهيوني قد دخل في نفق مظلم عسكري وسياسي. واليوم نسمع بدأ يظهر الصراع بين السياسي، جناح تاعهم السياسي وجناح العسكري. العسكري يطالبون الساسة بتحديد المهمة والهدف، لأن اليوم تلفت لهم، لأن سياسيا بدأت العملية يعني هذه العملية العدوانية وهذا الإجرام في حق إخواننا وأهلنا في غزة بدأت تتراجع، وبدأ صف المؤيدين لها يتراجع أيضا، وبدأ صف المعارضة والمناوئين لهذه الحرب تزداد يوما بعد يوم. وهنا لابد من شكر دولة قطر أيضا وموقفها الذي جاء على لسان وزير خارجيتها اللي هو مشكور، هذا الموقف اللي قال اليوم إسرائيل ما رايش في صوب تدخل تقتل كيف ما تشاء وتخرج، اليوم ستحاسب عن فعلتها هذه. وهنا لابد الشرعية يعني هذه الشرعية اللي كانت عندها يتمتع بها هذاك العدوان اللي في بداية العدوان قال احنا رانا ندافعوا على مواطنينا ندافعوا على أرضنا لأن الصواريخ تقطع على المدنيين تاعنا وقتلنا أولادنا، هذا بدأت تتلاشى وتتراجع، وبالتالي التأييد الداخلي والثقة اللي كانت في الجبهة الداخلية بدأت أيضا تهتز وتتلاشى وتنهار. احنا إن شاء الله المقاومة تبقى ثابتة أخي محمد وشعوبة، وسيكون النصر بإذن الله حليف إخواننا في غزة، ويومها نفرح جميعا بهذا النصر.
بارك الله فيك. شكرا الاستاذ ابراهيم غربي، تنمر ثم قرات في مولاي نك. انا راح سين فينا نقولك مثنى جمال بن يوب سين، السلام عليكم. الزول فلاك العيد كسعديك مثنى جمال. أزيد يا محمد، صحة العيديك، صحة العيد كريم يا حسين، صحة العيد ديالي سوماتا، هو سنين زار صحة العيد من زار من غزة، أبخذ من زار لا فلسطين. قماثنا جمال بارك الله فيك، قما صحي العيد كذا غن ام كانت سوى قماثنا دليا مثل العيد، ولكن مازال اكدود نغزك تسوفي لساكي خاصة قريب مئات الشهداء ثوالا ضد اللي التقارير دي سوفا نطنياهو ضد الادمينستراسيون العسكر يظلي كيدس باللي حبسنا رسمي تحاشا ما بظن المرغوب نسن. فان شاء الله في كندا رايك في تمثلتك اذا شو الحلول هذا السواليض يعني على المبادرات العسكر ذا الادمينستراسيون باسمي ثناطنيا وثنا يكون حبسارا ام كانت سواليض هذه لي الموقف من المقاومه، يا هل ترى هذه لي سياسيا هذه لي عسكريا سي الطرف من الجهه المقاومه ادنى حبس سيك اعسلام عليك الجمال في كندا رايك. كان ميسا مقران في الرشا المغربيه une chaîne qui est toujours pour être au côté des causes justes. Donc, il a quand même l'agression israélienne contre les populations de Gaza. Si Youssef, il y a l'État ou la Palestinienne, un gouvernement d'unité nationale. Donc, vous avez des villes au gouvernement avec lesquelles vous avez la Palestinienne. وزين ولاك وقبغانا راني وكان أفيدين دولة فلسطينية مستقلة متحدة دونك أفيدين كينين منظر أن النور وردوغا فلسطينيين وينين سناغن يوكل أدرن حقنسن يوكل أدرن أزالنسن يوكل أدرن أشانسن دونك مين يتغيط الحالة السيئة ما إلا منظر الموقف مسمورة بوعرغن وانظر دارن كذلك مام تبولا الدنيا مش قران باسكو لا رياكسيون وزين الدفاع الشرعي باسكو كيفنتنس لي باليستينيان في الميسيل العاشرة. ولكن ما إلا السيئة انظر الرد الفعل استخدم المام سلاح محظور دوليا يمكن السيئة قرر منظر كان من الناحية القانونية من الناحية القانونية أن إذا التريبيونال تمال انترناسيونال انظر يشوف في ونولغو اشي قام كلنا نتبع واذا كي خدمان في شوالية جلالية ولكن شوالة القرآن اقترانا السيئة الجرائم الحربية جرائم إبادة جماعية للشعب غزائين ولكن وظلام لا التريبيونال انترناسيونال تمال انترناسيونال يضرب لا مجلس الأمن الدولي لا الأمم المتحدة جمال بنيوب التصيد ان ولاش يصير مان يعني ان الامم المتحده كذا والكان ذا مجموعه كان لا ليغا راب لونيون اوروبيان امضبر للماريكان لان كان المبادرات ام كي تزريض المبادره لان ما صاروا تقبل النار
ثلاثة ثنا نباريس داني دي منين أردوغان ذا الأمل قطر دان وتقفي نارا سيت مناط إسرائيل أم كيرا تويض الحل غيروك ذا شو دنا ناكاكاك مثلا غام كيري الحل إلا حاشا ذا شعوب يكدو ذنك فغنر فراخد من لي بريسيون يا هل ترى لي بريسيون كي أداوين كيران الحل أنا خاطي. شوف محمد أجمار صولت ميتد مصر صدرت القطر الأمم المتحدة ولكن السيء ما إلا أنظر لثمن مصر أنظر كان لثمن مصر سواء السلوين تجدوا ذا غيين صوتا غاردين العليين تجدوا ذا مصر أنظر أنك ديوت غاردين وانا عليم أنك كسن لبريزيدان إلي بار لبابل مصر أنا عليم وين غشون الطلال وانظر أنك بالعام لفرونتيان ما نوكين وين انشراح انجراح يمكن ضوطنا الدوين ورسالة اللي ما يمكن ضوطنا مخيم مصر بنت أسيون ومن غارة برسونيلمو ومن غارة أديك شران الحل بسمورة أيني بنت أجدنا يفل حاجة أيا كل الطبل للطبل بسمورة سواء وارغم نغسين سلمين ما هو يكيو من السلطق الدوني ويكيو من السيزرتان نتمورا سواء قران نغسيزرتان ويكيو طلبا من وكم أدربن أدربن سن في الدوني ثم ذا هذا هو يجزم أن يدخل من ديبريسيون يوكل أجنزة يونية من غزة مع أجنزة فلسطينية أدير أدربيس. قبثنا جمال بنيوب ماذا هذا أعرفك كان خيرت فرات ساقي أمبتي ميساج خاصة إلى ذي العيدة قي وقدود نغزة تم زياروس أسنين أبي أحمر بكرم إن غرسن إجغلين وهي إجغلين هي غرين في الحق غرين في المتنسان أبيش يعربي الشفاء إن جراح وزنين إما يجدودن نسمون أن دوني شو مساء في القضية الفلسطينية ما قضية الغزة هي قضية حق هي قضية استرجاع الأرض وينيا بنت الكنيا شو مدودة قيرية لها الكنيا شو كفال وقراوي بالسجود جوية في الجماعة السكرتارية ناسيونال بالذان سانس جوية بالمير كابور لخدمت يون البيان أن إذا هنا كل ضمير أجريسيونية من ناس الأوكران في ميران وعرضن لا الحكم إذا كنت احتمال لويلة في الدفعون بالجود لويلة في قدرا أجل جنسان نتاق السيئة تم تلتين فلسطين نتاق أشحال إسلام إسراء ولكن سمنوا تصبر إن شاء الله الجنوبة الفلسطينية أدقون أدقون دولين مستقلة. بارك الله فيك سيد جمال جمال بن يوب ذمستان مسلذ وكفى الار سي دي ثان مير ثم قرات قمتنا ابراهيم غربي ثان ميت ثم قرات اديني ثان مير ثم قرات قمتنا محمد مقران مكاحي مسول سوكبر نحمس اسنيني قمتنا الدكتور مقران الخضر ثان ميرث مياد فكي ضري ذمستان للجيل الجديد وكبر الجيل الجديد ثان مير ثم قرات قمتنا سمير اعرف لكنني صحيت قمتنا ياسين سمحنا اسمثن او دنيني ثاني مرثن ونصحيت مدفكام ثم وزوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.